فانيليا و انت وش يبغى جوكم؟ فانيليا وزهور. زمرد اللي هو زمرد وينه؟ روح انت تعال تعال تعال. زمرد كتبت عليه؟ فانيليا فانيليا وزهور. طيب عندك الباتشولي قلنا، البرغموت والفراوله مع الباتشولي. برغموت والفراوله اي مع الباتشولي السويتي. مع الباتشولي والسويتي. باتشولي السويتي. 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 السويتي اي. نبدا ذا الحين؟ ها. واضح إيه. طيب والله ترى هذه شيء نراقب من بعيد. انا استاذ احمد مراد. يا مرحبا يلي على الدار مريت، يا مرحبا لو كان من تبته بينا. شوف بجيبه مصر. حياكم حياكم. ايش عندكم؟ تخيل العود دايم غير. ايش فيك انت؟ انا ما اعرف. حياك حياك جاني ما ادري. ايش عندكم؟ عندنا طال عمرك عطرات الى قبل الى قبل. عندكم يونيسكس؟ عندنا. تعال يقول عندنا والله ما هو عندنا. يلا عطني يونيسكس. هذه عندنا عطور اصبر خاصة. فيه اشياء جايه جديده تخيل للعود. اشياء جايه تنجدد وفي خصم اكثر من 60%. هذه مدري ايش مدري ايش. خلنا عندنا اذا طال عمرك عندنا اذا طال عمرك جرين تاج. حلو. من فوق فوق الخصم اللي فيه حق خصم يوم التاسيس. حلو. خصم اكثر من 60%. حلو. تدري سعره من قبل كم؟ كم؟ كم تتوقع؟ 138. دحين كم هو به؟ 38. لا 50 ريال. حلو. بس والله العظيم انه شيء فاخر من الله. طيب وش مكوناته؟ مكوناته هيل وبرهموت واعشاب بحريه. حلو. واذا يعني طال عمرك ما هذا. انت شكلك صدق جو وليد. انا؟ ايه فعليك. هيل من الطبيعه هي انا. واذا طال عمرك خلني اجرب. اسهل اسهل بجربه. بجرب شوف اسمه محمد ناصر اكبر مني. عطني هذا اللي اقول. طبعا في ما يجرب محمد ناصر ده عندنا من اجمل العطور الموجوده في خيل العود. نعم حياك الله. شايفني زبون؟ ما بدري زبون يوقف هنا. حياك الله. نعم هذه عطور. طيب من اجمل العطور الموجوده في خيل العود. طيب الحاكم طيب الحاكم عود دهن عود وباتشلي. والله مبدع. شيء فاخر من الاخر. يا سلام. فوق هذا كله عندنا خصم اكثر فوق 6% من طالع اكثر من 6%. يا سلام. وهذا عود مع ورد مع باتشولي. جرب تشوف صدقني ترجع تاخذ منها كميات. طيب 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 اسامه عطني اسمك اسامه هند. اي نعم الله يحييك. من متى وانت شغال؟ وعندنا يوم تاسس دخيل العود ستايل الاخضر. حلو. بعد ب 50 ريال قبل كان 161. طيب الحاكم طيب الحاكم 50 الحين. طيب الحاكم نتخيل. نعم لا بالعروض. لو حتى لو دراهمك على قدك تلقى حاجه. كل شيء تلقاه. تدري ذا وش مكوناته؟ آه. جوده فاخره وصناعه سعوديه. فانيليا وزهور. هي ذمتك. كيف صار الثبات؟ شفت كيف صدق جو محمد؟ الثبات 100%. يا سلام. كيف صدق جو محمد يحب الفانيليا؟ طيب طيب لا عطني طيب الحاكم. مرحبا. صدق انا بطرون فعلا يجوز هذا قري. هذا هو؟ لا مو اني انت تحسبني يوم قلت يا مرحبا يا اللي على الدار مريت اني قايلها كذا. يا مرحبا لو كان من تبت بينا. يلا عطني. لكن الحين قدكم تبون. بسم الله يا اسامه. شير بس مشروع ناجح. الله يطول جد ناجح. الله يطول لي عمرك. عطني هذا. طبعا عندنا تعال 50. اعرف حركاتك عشان احاسب انا. تعال لا لا لا. عندهم شبكه. عندهم شبكه. عندنا شبكه. عندهم شبكه. عندنا كل شيء. تخيل العود ما عندي شبكه. وعشان ما ننسى بعد انا زبون يجيب لك بنك. زبون قطري ما اعرف الدخل. لا 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 عندنا كل شيء. تبغى بنك جبناه. وعندنا بعد فوز على اعجاب. يبي يمشيها علي. لا عندنا عود مروكي. حلو. خالص اللي هو ذا. وعندنا هو ذا اللي عندنا طيب عود. ما شاء الله تبارك. ولا برضه يشمل العرض، العرض على جميع الاصناف اللي عندنا. جميع الاصناف. طيب شو اسمه كود الخصم يشمل كل شيء عندكم؟ يشمل كل شيء. عطورات والعود والشغل كله. كل حاجه اي شيء. حتى يوم التاسيس خصم يوم التاسيس. يوم التاسيس عندنا عرض اكثر من الايام الاولى، عندنا عرض اكثر من 60%. يعني 60%. والله يا اسامه ما قصرتوا. يا سلام. انتم عندكم الله يطول. تخيل العود انكم جبتوا اسعار حتى لو الناس اليومين هذه هم وضعهم المادي بسيط. علشان الاسعار معقوله. علشان الحاكم 50 ريال و60 ريال. علشان الحاكم تستاهلون العود الازرق. والله انكم ابي ابي طيب قوي. تستاهلون العود الازرق حق رسميه. اي ابي رسميه. عندنا عطر
عود بالله تجيب الحلو عشان زاد خالد لويالتي عود ارح فو ارح فو الله يبقيك يا عود سلام وانا اشوف نبي عطر انا فرح بجيب لك والله اني صادق اني باخذ هذا سعر يا ابو عمر السلامة والله لا اخذه هذا لان عندنا خصم تعرف الحين كيف خصمنا تشغلين وانت ما تعرفون سعر العطر هذا عود مبروك محافظين يا اخوي عود 199 كان 55 ريال طيب لا عشان كذا لا خططنا بالسعر باخذ 100 ريال تقول لي اخذت 100 ريال هذا ما هو بحرج ابو قاسم قبرته ما تبغى ما تبغى 100 ريال العود كايد 100 ريال انا العود كايد 100 ريال تعطي 100 ريال اسمعني 199 100 ريال تبي اعطيك هو كان اسمعني كان ب 500